معرض الصحافة من قناة شروق الإخبارية، أهلا بكم وجولة سريعة على مختلف الصحف الوطنية العربية والعالمية، والبداية بالصحف الوطنية وبيومية الشروق التي عنونت صدر صفحتها وكتبت: المياه الجوفية احتياط استراتيجي، و40% من المياه المسترجعة توجه للفلاحة والصناعة. عنونت يومية الشروق أيضا على صدر صفحتها وكتبت: أقطاب التحقيقات الإدارية، علبة الشرطة الجديدة، ودراسة 4700 ملف منذ أكتوبر، بينها أكثر من 1000 طلب بطاقة إقامة للأجانب. وهكذا أمن ضباط القطب بالعاصمة القمة العربية والألعاب المتوسطية، كما كتبت: إحصاء 450 تحقيق حول تجهيزات حساسة دخلت الجزائر. عنونت في الرياضة يومية الشروق: مباريات الدوري الجزائري في ظروف مناخية قاهرة، كما كتبت في مختلف المواضيع أبرزها: 400 طلب تسجيل في منصة المصدرين الجزائريين، والجزائريون فقدوا جميع امتيازات اتفاقية 68900 ريان أيث، يرفضون عرضا قطريا، بالإضافة إلى مختلف المواضيع التي تطالعونها صبيحة اليوم في يومية الشروق. نبقى وإياكم في جريدة الشروق، واخترنا لكم منها هذا المقال الذي عنوان كالتالي: تسهيلات 1800 متعامل لتقليص الواردات ب 350 مليون دولار، أين رفعت فيدرالية النسيج والجلود والألبسة مقترحاتها بخصوص إنعاش قطاع النسيج في الجزائر. تتضمن منح 1800 متعامل 7 تسهيلات لتقليص الواردات ب 350 مليون دولار، مع إعفاءات جبائية للناشطين في السوق السوداء ومرافقة لمدة 5 سنوات لتمكنهم من الاندماج في السوق الرسمية. يقول رئيس الفيدرالية الوطنية لصناعة النسيج والجلود والألبسة طباخ بالحاج في تصريح للشروق أن الطبعة الثانية لمعرض النسيج ستنظم في الفترة الممتدة بين 19 و22 من جويلية الجاري بقصر المعرض، بمشاركة 150 متعاملا في قطاع النسيج والأقمشة والجلود والأحذية والملابس. وتطالب الفيدرالية بإتاحة استيراد اليد العامل الأجنبية لرفع المنتوج الوطني ومرافقة الورشات الصغيرة التي تنشط بطريقة غير قانونية وإدماجها في السوق الرسمية، وذلك بالإعفاء الضريبي لمدة لا تقل عن 5 سنوات. نبقى وإياكم في يومية الشروق، واخترنا لها لكم منها مقالا آخرا، وجاء فيه: درجات حرارة قياسية تفرض حظر تجوال بولايات الجنوب، ومعاناة مضاعفة للموظفين، أين تعرف أغلب ولايات الجنوب والجنوب الكبير درجات حرارة قياسية منذ يومين، الأمر الذي تسبب في شلل للحركة خصوصا خلال الفترة من ساعات الضحى إلى غاية فترة ما بعد العصر، فيما لا تعرف درجات الحرارة انخفاضا هاما حتى خلال فترات الليل. وتعرف بالخصوص ولاية ورقلة عين صالح أدرار الوادي ومناطق أقصى الجنوب على غرار عين قزام وبرج بجي مختار حالة من الحرارة الكبيرة، والتي لا يجد ساكنة هذه المنطقة سوى الركون للمكيفات الهوائية في أغلب ساعات النهار وحتى الليل، حيث أصبح المكيف خلال هذه الفترة أعز مطلوب لدى ساكنة الجنوب والجنوب الكبير. نبقى وإياكم في يومية الشروق وفي نفس الموضوع، ولكن في مقال آخر: جاء في هذه مواقيت العمل بـ20 ولاية جنوبية، أين ذكرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في تعليمة صادرة أواخر الشهر المنقضي موجهة إلى مديرية التشغيل بـ20 ولاية جنوبية تحوز الشروق نسخة منها بمواقيت العمل خلال الفترة الصيفية، وذلك خلال الفترة الممتدة بين الفاتح جوان إلى غاية 30 سبتمبر القادم. ويمس القرار ولايات أدرار، الأغواط، بسكرة، بشار، تمنراست، ورقلة، إليزي، تندوف، الوادي، وغردايا، والتيميمون، برج بجي مختار، ولا جلال، بني عباس، عين صالح، عين قزام، تقرد، جانات، والمغير، وكذا المنيعة. وأشار التقرير في هذا الصدد أنه طبقا للأحكام المادية الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 726 المؤرخ في 24 جويلية 2007، الذي يتم المرسوم التنفيذي
المؤرخ في 9 مارس 1997 والذي يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية. فقد تقرير تحديد مواقيت العمل بالولايات المذكورة من الساعة 7 صباحا إلى غاية الساعة 12 ومن الساعة 12:30 إلى غاية الساعة 3 بعد الزوال، وذلك خلال الفترة الممتدة بين الفاتح من جوان إلى غاية 30 سبتمبر من السنة الجارية. من هذا المقال ننتقل وإياكم في قراءة سريعة ليومية الخبر التي عنوانت هي الأخرى بمختلف المواضيع وجاءت كالتالي: هذه هي الولايات المعنية بتوزيع السكنات وإطلاق مشروع المدينة الإعلامية، كما عنوانت على صدر صفحتها: الأمن المعلوماتي مسألة سيادة وطنية، وتبون يشدد على تحسين تدفق الأنترنت. كتبت أيضا في عنوان رئيسي: فرنسا تدفع ثمن تجاهل عواقب عنف الشرطة بما يحدث فيها مؤخرا من أعمال شغب وانفلات للمجتمع في فرنسا. نبقى وإياكم في جولتنا بين مختلف الصحف وإلى يومية النصر التي عنونت بموضوع رئيسي: الرئيس تبون يأمر بتسهيل عودة الكفاءات من خارج الوطن ويشدد على توفير التأطير اللازم للنهوض بالتعليم العالي. عنونت يومية النصر على صفحتها: بحث تعزيز العلاقات والوساطة الجزائرية في الملف الأوكراني الروسي. وكتبت أسفل الصفحة الأولى: أطراف تسعى إلى إحداث ندرة مفتعلة في مخدر جراحة الأسنان، بالإضافة إلى مختلف المواضيع التي تطالعونها في يومية النصر. نبقى وإياكم بين مختلف الصحف الوطنية وإلى يومية المساء التي عنونت في مختلف المواضيع أبرزها: ملحقات لكلية الطب تجاوز مشكلة تدفق الأنترنت، أوامر رئاسية جديدة للتكفل بانشغالات الجالية عبر القنوات الدبلوماسية، بالإضافة إلى مختلف النقاط التي تطالعونها في هذا المقال. عنونت يومية المساء في موضوع آخر: الجودة حتمية لمسيرات العلوم العسكرية والاستراتيجية. حسب الفريق أول الشنغريحة الذي أشرف على تخرج الدفعة 16 بالمدرسة الحربية. تقرؤون في عنوان رئيسي على الصفحة الأولى من يومية المساء: محادثات بين الرئيس تبون ونظيره البرتغالي والوسطى الأوكرانية الروسية حاضرة، بالإضافة إلى مختلف المواضيع التي تقرؤونها في يومية المساء. من يومية المساء ننتقل وإياكم في قراءة سريعة ليومية الوسط التي هي الأخرى، تناولت مختلف المواضيع التي تم تداولها في مختلف الصحف، أبرزها عرض حول تطوير مؤسسة بريد الجزائر واجتماع لمجلس الوزراء. تقرؤون على الصفحة الأولى: إرجاء قضية جمال بن إسماعيل إلى نوفمبر المقبل بعد المداولة القانونية. كما تقرؤون مختلف العناوين، أبرزها: العلاقات الجزائرية الفرنسية دخلت منعرجا خطيرا، وفي الرياضة: بالوزداد تضع خطوة نحو اللقب. تطالعون أيضا في يومية الوسط مختلف المواضيع في الصحة والتربية والثقافة والمجتمع وغيرها من المجالات. ننتقل وإياكم في قراءة سريعة لأبرز العناوين التي جاءت في يومية أخبار اليوم وأتت على النحو التالي: هذه توجيهات الرئيس التي أسداها لدى ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، وتعليمات لحل المشكلات التقنية المتعلقة بتدفق الانترنت، توفير التأطير اللازم ضروري للنهوض بالتعليم العالي، وتبون يجدد الالتزام بالعمل على تحسين ظروف الجالية. تقرؤون على الصفحة الأولى في موضوع بالبنط العريض: الفريق أول شنغريحة نتطلع إلى ربح رهان الجودة. كما تقرؤون في موضوع فرنسا الذي يأخذ مسعى كبير في الصحف الوطنية والعربية والعالمية أيضا: فرنسا إلى أين أسبوع من الاشتباكات وقائمة المعتقلين تتمدد وشوارع فرنسا تنتفض ضد العنصرية، بالإضافة إلى مختلف المواضيع أولها:
أول فوج منهم وصل أمس، حجاج الجزائر يعودون إلى الجزائر. من يومية أخبار اليوم ننتقل وإياكم في قراءة سريعة للمشوار السياسي التي كتبت الأمن المعلوماتي. مسألة سيادة وطنية وأمر بتوسيع استعمال الألياف البصرية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. هذه هي شروط الالتحاق بملحقات كلية الطب، تطالعونها في هذا المقال الذي يأتيكم في يومية المشوار السياسي. تقرؤون على الصفحة الأولى: الفريق أول شنقريحة يحذر من التهديدات الأهاجين، وقال إنها تستهدف أمن الدولة واستقرارها وتجانسها المجتمعي، بالإضافة إلى مختلف المواضيع. تقرؤون في موضوع رئيسي: إصلاحات أزيد من 350 ألف تسريب مائي خلال العام الماضي، والنظارات المقلدة خطر يهدد عيون الجزائريين، عدل تواصل إعذار الشركات المتقاعسة، وهذه هي مهام المجلس العلمي للذكاء الاصطناعي. أيضا في نشرية خاصة: موجة حر تضرب 6 ولايات هنا بالجزائر، بالإضافة إلى مختلف المواضيع التي تطالعونها في يوميات المشوار السياسي. من الصحافة الوطنية ننتقل وإياكم إلى الجرائد العربية وإلى الشرق الأوسط التي عنونت بنفس الموضوع ولكن بعنوان آخر، جاء كالتالي: جدة نائل ترفض استغلال مقتله، وتراجع حدة أعمال الشغف في فرنسا، وماكرون يعقد اجتماع أزمة. كما تقرؤون مختلف المواضيع التي تأتيكم على النحو التالي: الدعم السريع تقسط أو تسقط طائرة في الخرطوم، خطبة أو خطة نتنياهو لا ترضي الدروز، بالإضافة إلى مختلف المواضيع في الشأن الداخلي والشأن الدولي تطالعونها في يومية الشرق الأوسط. من يومية الشرق الأوسط ننتقل وإياكم إلى القدس العربي التي كتبت: الاحتجاجات تمتد إلى سويسرا بعد بلجيكا، وقلق في ألمانيا، والحكومة الفرنسية تهدد بأقصى درجات الحزم. كان هذا أبرز موضوع تطالعونه في يومية القدس. من جريدة القدس ننتقل وإياكم إلى الصحافة العالمية وإلى يومية لوموند التي كتبت في آخر عدد موجود على الإنترنت وموجود في السوق: الحكومة الفرنسية في مواجهة أعمال الشغب وأعمال النهب التي طالت مختلف المؤسسات في الشوارع الفرنسية بعد الانفلات الذي تشهده فرنسا في مختلف الولايات. إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام أقول جولتنا في معرض الصحافة. شكرا على كرم المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، برنامجنا الصباحي اليومي الشروق مورنينغ، وفي فقرات القانون تحديدا كل عدد نفتح موضوع قانوني خاص يهمكم مشاهدينا الكرام ويخص العامة. راح حضر معنا في هذا الصباح الماتر، خليني نقول، والمحامية نبيلة واضحة باش نحكوا على تحديدا على تعدي على الأصول. ما نطولش عليكم، نرحب بها. صباح الأنوار ومرحبا بك ماتر. صباح النور يوسف، صباح الخير فويال، صباح الخير لكل المشاهدين. صباح الخير أستاذة، مرحبا بك معنا وشكرا على هذا الالتزام الصباحي كل يوم اثنين. حديثنا اليوم عن جرائم التعدي على الأصول، ما المقصود بالتعدي على الأصول؟ للأسف لما نتكلموا نقولوا تعدي على الأصول هي جريمة شنعة جدا، وللأسف زمان ما كانتش في المحاكم، كنا قليل قليل وين نسمعوا واحد باش نفهموا واحد ضرب باباه ولا ضرب جده ولا ضرب، لأنه الأصول هما الأصل، يعني الأصل ديالك من الأب والجد وما صعد، واللي ديسوندونس الأبناء إلى غير ذلك، الأحفاد إلى غير ذلك. يعني جريمة التعدي على الأصول هو كل من تعدى على أبيه أو أمه أو أحد من أصوله بالضرب أو بالاعتداء، وذلك يكون عن عمد. جميل جدا. طيب قبل ما نتعرفوا على وش قال المشرع الجزائري في هذا النقطة تحديدا، هل المحكمة الجزائرية أو أروقات المحاكم الجزائرية اليوم تشهد زيادة كبيرة في هذا الظاهرة ولا لا؟
المشكله من خلال يعني نعم نعم من خلال تجاربنا احنا في المحاكم. المشكله يوسف انه فعلا هذه الاونه الاخيره ولات هناك تزايد زمان، كما قلنا ما كناش كامل نسمعوا بهذه الجرائم، ما كناش نسمعوا انه اب ولا ام تجي تشتكي على ولدها انه ضربها او حتى تقدم به سيرتيفيكا يعني تقدم شهاده طبيه، لكن دوك كثرت. والمشكله الكبيره عليها انه اغلب الاباء ما يشتكوش، ناخذوا هكذا نسبه ممكن 10% او 15% من الاباء اللي فعلا يجوا ياخذوا خطوه ويتجهوا الى رجال يعني الشرطه باش يشتكي بولادهم، يعني اذا طفح الكيل يخافوا من الفضيحه، ايضا يخافوا من الفضيحه، يخافوا على اولادهم، يخافوا على يعني العديد من الامور الاسريه اللي تخلي هذا الاب ولا هذه الام تصبر وتحمل يعني باش تلحق انها تشتكي اسما غير الخلاص، يعني الحق المسل عدم. الحق المسل عدم كما نقولوا. صحيح اكيد. وشنو هي العقوبات ربما التي نص عليها القانون والمشرع الجزائري؟ العقوبات هناك عقوبات صارمه، لانه القانون الجزائري يعني ما يتسامحش لا القضاء حتى يعني حتى القضاة ما نلقاوش انه هناك ظروف تخفيف او هناك رأفه او هناك اذا ثبتت فعلا الجريمه. العقوبات تختلف على حسب، اولا نبداو بالعقوبه اذا كان هذا الاب ولا هذه الام قدموا شهاده طبيه تكون اقل من 15 يوما، هنا العقوبه حددها القانون ما بين 5 إلى 10 سنوات سجن نافذه حبس نافذه. كذلك اذا في حاله الضرب، في حالة نعم هنا في حالة الضرب هذه أقل عقوبة، هذه أقل عقوبة من 5 سنوات إلى 10 سنوات. إذا كانت الشهادة الطبية أكثر من 15 يوم. يعني 15 وطلع 16 17 20، هنا يعني أقل عقوبة تبدأ من 10 سنوات. أما إذا كانت هذه العقوبة أفضت إلى عاهة، ممكن واحد والعياذ بالله ضرب باباه ولا ضرب يماه ولا ضرب واحد من الاصول ديالو يسبب له في اعاقه، يده ولات ما تمشيش، اعماله عينه رجله، اي يعني اي اعاقه جسديه عاهه، يعني عاهه ما تشفاش. هنا العقوبه تكون من 10 إلى 20 سنه. اذا كان كذلك هذا الضرب يعني هو تعدى عليه بالضرب لكن هذا الاب توفى، يعني هذا الضرب افضى الى الوفاه دون قصد، هنا تكون العقوبة بالمؤبد ولا يستفيد من ظروف التخفيف. أما إذا كان هذا القتل عن قصد مع سبق الإصرار والترصد، هناك أمور في الميراث، هناك أمور كاين الناس ما تكونش صحية، كاين الناس ما تكونش في وعيها، ممكن يقتل الأب ديالو عن سبق الإصرار والترصد، هنا العقوبة تصل إلى الإعدام. يعني نشوفوا العقوبات الردع راهو موجود. على ذكر الإعدام فقط، هل الإعدام يطبق هنا في الجزائر؟ للأسف الإعدام لا يطبق في الجزائر، يعني الجزائر كانت مضات على يعني اتفاقيات دول دولية ما راهمش يطبقوا عقوبة الإعدام. آخر عقوبة تمت سنة نظن 1993، يعني لكن غير هو يبقى يعني لا يستفيد من أي ظروف تخفيف ويبقى يعني طول حياته في ولا يستفيد من تخفيض. لا يستفيد، لا 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 يستفيد. أكيد. إذن تحدثت بداية النقاش قلت أنه هذه ظاهرة في تزايد للأسف، هل المشرع الجزائري واكب هذا ربما الارتفاع، وهل تم تحيين بعض القوانين؟ المشرع الجزائري احنا نشوفوا انه العقوبات راهي محدده، يعني راهي رادعه فعلا فيما يخص الضرب والجرح والاعتداء يعني جسديا على هذا الاباء. اما بالنسبه احنا نشوفوا انه هناك بعض يعني الامور اللي ممكن المشرع الجزائري لم يتطرق لها، يعني هناك ان شاء الله نعم وهناك ان شاء الله تعديلات فيما يخص يعني قانون المسنين لحمايه المسنين راح تكون مسبقا، نتمنوا انه ان شاء الله تكون فيها. مثلا في الحالات لما نروحوا لدور العجزه، لانه دور العجزه المفروض انها اندارت للناس اللي ما عندهمش اهل، ما عندهمش ناس اللي يتولوهم، ما عندهمش، لكن للاسف يعني حاليا نروحوا لدور العجزة نلقاو ناس بولادهم كبروا وجابوا ولادهم في ديورهم ولاباس بهم، هو تلقايه مسكين مرمي في دار العجزة، ممكن حتى يموت وما يسمعوش به او حتى يدفنوه تماك في دار العجزة. احيانا تلقايه حتى عنده ممتلكات ربما، هذه هي المشكلة، لانه واش يلحق، واش يلحق اصلا، اولا واش يلحق للضرب، واش يلحق للإهمال في دور العجزة. اولا مشاكل، اول مشكلة هي مشكلة المخدرات، لانه نلقاو الناس يعني اللي خاصة اللي تتعاطى المهلوسات، هاد يعني الاولاد هذوما كيولوا يحوسوا على الدراهم، يحوسوا يرغموا الوالدين تاعهم باش يمدوا لهم دراهم او الاخرين يرفضوا الى غير ذلك، يتعداوا عليهم بالضرب، هذا واحد من الاسباب. الاسباب الاخرى كذلك هي اسباب الميراث،
ممكن يحب هو يقول له انا دير لي حاجه على اسمي، دير لي هبه، دير لي دوناسيون، يحب يرغمه انه يدير له حاجه على اسمه دون الاخوه ديالو. هذا كذلك سبب، وهنا تبدا الصراعات ما بين الاباء والابناء للاسف الشديد. يعني شوفوا وين لحقنا. كنا نتكلموا على دور العجزه. دور العجزه هنا نلقاو انه الاباء كاين ابناء يرفدوا ولاد، يرفد باباه ولا يرفد يماه، خلاص الحق سيغتناج ولا يقلقوا ولا ما يقدرلوش، ما على باليش انا وشنو، يرفدوا يديه لدار العجزه. هنا المشكله انه ما كاش عقوبه على هذه. احنا نتمنوا انه هنا لانه حتى في قانون الاسره، قانون الاسره كيما لزم ضمن حقوق الابناء، ضمن حقوق الاباء كيما لزم الاباء الاباء انهم يصرفوا على اولادهم ويعطوا لهم النفقه تاعهم في حاله الطلاق، ولو كان ما يخلصوش النفقه ممكن يدخلوا للمؤسسات العقابيه. كذلك الابناء مرغمين يعني قانونيا انهم يصرفوا على اوليائهم، يعني عندهم نفقه. انت كقانونيه استاذه واضحي مع هذا القانون اللي ربما يجرم وضح يعني هذا اكيد اكيد انا مع هذا القانون، لانه ما رانيش وحدي، انا نظن ان انتم كذلك وكل الجزائريين راهم مع انه يكون هناك قانون يجرم انه انسان يعني لباس به وبكامل صحته وقدر يتكفل بوالديه يروح يديهم لدار العجزه، لانه دار العجزه المفروض تندار للناس اللي بدون اهل، كما نقولوا احنا اللي ما عندوش الوالي، ما عنده حتى واحد. كاين الدوله الجزائريه الحمد لله هي اللي راهي دايره التاويل ودايره الدور، هذا الدور اللي تلم هاد الناس. لكن انت تربي وتكبر من بعد تلقى وليدك يرفدك يديك لدار العجزه باش تخلص من المسؤوليه تاعك. نظن انه المفروض تكون هناك قوانين، يكون يسن هناك قانون مع هذا التعديل الجديد ان شاء الله اللي يكون في المشروع الجديد ليعاقب. استاذه خلينا ما احنا تحدثنا عن العقوبات، تحدثنا على الاسباب اللي خلات هذه الظاهره ربما تنتشر وتزيد. خلينا نهضروا ربما على بعض القضايا اللي بالك رافعتي فيها ولا تلاقيتي بها بين اروقه المحاكم باش نحطوا المشاهدين في الصوره. نعم نعم، قلنا انه في الاونه الاخيره صارت هناك قضايا، صار هناك ناس من بين القضايا انه كانت هناك مراه فعلا الابن ديالها يتعاطى المخدرات، وكان يعني دائما يعني يطلب المزيد من يطلب الاموال ويطلب ويتعدى عليها بالضرب اذا كان ما ويهددها، يعني حتى الحق بها المطاف انها تروح تشتكي به. لما ولات اشتكت به ولات رأفت به على بالك الاباء دائما. استاذه سمحي لي نقطعك فقط، انه الاهالي يشتكيوا ومن بعد يدورون بعد يروح يسحب القضيه. في هذه الحاله هل القانون يعاقب الابن ولا يتسامح معه؟ نقول لك هناك حالتين، لانه هنا صفح الضحيه لا ينهي المتابعه الجزائيه. المتابعه الجزائيه تتم خاصه اذا كان قدم شهاده طبيه. اذا كان ما تقدمش شهاده طبيه هذا شيء اخر، لانه احيانا الوالدين يقول لك انا ممكن تسرعت وانا يا سيدي القاضي نسمح له وانا نلتمس منكم انه تسمح له، لانه الاباء كما نقولوا احنا ابكي منك ام ابكي عليك، يروح يشتكي بوليده، هو راهو يبكي من وليده وراهو يبكي عليه، راهي تبكي من وليدها لانه راهو تعدى عليها وتتاسف من تصرفات ومن التربيه تاعو اللي لحقاتو لهذاك الشيء، ومن جهه اخرى تبكي عليه تقول دوك انا يدخل للحبس نزيد نزمو اكثر نزيد نضرو اكثر. يعني الوالدين يلقاو روحهم في نار. لهذا يعني اغلب القضايا، شو اغلب القضايا نلقاو الاباء دائما قدام القضاء يعني يطلبوا يقولوا احنا رغم السيد القاضي ممكن انا تسرعت، ممكن هو زقع عليا، ممكن انا كذا. ما يمنعش انه القانون لا لا لا، هنا يعني اللي قلنا صفح الضحيه ما يضعش حد للمتابعه القضائيه. هنا ممكن القاضي انه تكون هناك عقوبات، واحيانا القاضي يرأف لما يلقى الاب راهو سمح وراهو تنازل، خصوصا اذا ما كانتش هناك شهاده طبيه. لانه اذا كان الاب يعني وصل به الضرب لانه قدم شهاده طبيه، هنا القاضي ما راحش يرأف به حتى لو كان هذا الاب تنازل. طيب حكينا على العقوبات لما يكون في تعدي بالضرب، لكن في حال تعدى على الاصول بالسب والشتم وش تكون العقوبه؟ هنا صعبه صعبه إثبات يعني هنا، لانه السب والشتم في حد ذاته حتى هو يعاقب عليه القانون، السب يعاقب عليه القانون بصفه عامه، لكن يجب اثباته، يعني يجب يكون هناك شهود. معليش في حال ما كان شهود وثبتوا هذا القضيه وش يكون القانون؟ يعاقب عليه القانون بعقوبات السب والشتم في الحالات الاخرى، يعني ما تكونش يعني مشدده كما لا 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 العقوبات ربما. دائما القاضي الجزائي ما شوف ما يرحمش لما يكون هناك مشكله يعني تعدي من الفروع على الاصول.
دائما يعني حتى اذا يعني نعرف في القانون كاين ادنى عقوبه وكاين اقصى عقوبه، القاضي دائما ما ياخذش بظروف التخفيف، دائما يحكم عليهم باقصى عقوبه. لكن نبقاو نقولوا انه شوف يوسف، انا لما نقول لك الضرب والشتم، الضرب والجرح والاباء ما يشتكوش، فما بالك بالشتم صحيح. او انا يعني خصيصا ما جازتش عليا قضيه من قبل انه او حتى في المحاكم لما كنا احنا نحضروا على بالك في قاعات الجلسات وتكون هناك قضايا قبلنا وقضايا من بعدنا نستناو، ما جازتش عليا قضايا انه اب ابن شتم والديه راحوا شتكاو به، يعني القضيه هذه ربما هذا الشيء اللي يخلي الاطفال يزيدوا عليها، تبدا بالسب والشتم ومن بعد تولي في عمليه الضرب. يعني هي المشكله اعمق من ذلك يوسف، لانه حتى لو كان الاباء راحوا اشتكوا وراحوا، المشكله ما راهيش في الرضع فقط، وين راهي المشكله؟ المشكله انه الاسباب اللي لحقت هذوك الابناء حتى لحقوا انهم يضربوا ولا يشتموا ولا يديروا حوايج كيما هادو. المشكله تبدا في التربيه، المشكله تبدا في الوازع الديني، المشكله تبدا احيانا الافات الاجتماعيه والتفكك الاسري، تلقاه مربي مع باباه وباباه ديما محرشوا على يما، او هي دائما في حاله الطلاق، او هي دائما تحرشوا على باباه لما يكبر، وباباه يولي يروح عند باباه يعيش عند باباه، يولي يدور عليه لانه ناشئ بهذاك الكره. كاين مشكله كذلك لما قلنا المخدرات، لانه الانسان اللي خاصه المهلوسات هذه يولي الانسان ماشي في وعيه. طيب اسمحي لي فقط، شكون هما الناس اللي داخلين في الاصول باختصار؟ الاصول هو الاب، الأم الجد والجدة، يعني الاخ الاخت كما نقولوا، لا لا هذوك الحواشي، فروع هم الابناء والاحفاد. اما الاصول دائما نقولوا الاب الخال العم، لا لا هذوك الحواشي، حواشي من الدرجه الاولى وحواشي من الدرجه الثانيه. هذا ثاني عندهم قانون خاص، هذوما يعني اقل درجه من انه تبقى في اطار صله الرحم. يعني الاصول هما الاب الام الجد، الاصول هما الاب والام والجد والجده. يعني اصولك كما نقولوا احنا، اصولك بنفس المعنى تاع اللغه، لغتنا احنا. جميل جدا، شكرا. للاسف اننا نشوف هكذا يعني الظواهر، وللاسف اننا نصل لختام هذا النقاش صباحا اللي جمعنا معك استاذه نبيله وضحي. شكرا جزيلا، شكرا على تلبيه الدعوه اليوم. العفو، شكرا لكم. ضيفتنا الثانيه في الاستوديو الحديث عن جمع جلود أضاحي العيد، نظافة للمحيط، وأيضا ثروة اقتصادية. للحديث عن هذا الموضوع تلتحق بنا في الأستوديو نسيمة يعقوبي، مسؤولة الاتصال بمؤسسة نتكوم. صباحك سعيد، أهلا وسهلا بك. صباح الخير وشكرا على الاستضافة. شكرا، صحة عيد كل الجزائريين. تعيش صحة عيد. شكرا، مرحبا بك من جديد، لأنه كنتوا مريتوا معنا من قبل في البرنامج، واليوم جينا باش نقف على ما وصلتوا إليه في هذه الحملة اللي قمتوا بها. فقط في البداية حبوا نعود تذكرينا وتذكري المشاهدين الكرام بالحملة اللي قمتوا بها هذا السنة لجمع جلود الأضاحي. نعم، هنايا مؤسسة نتكوم قمنا بعمليات تحسيسية كبيرة قبل العيد، حوالي شهر قبل العيد. هذه الحملة التحسيسية تمثلت أولا كما شيء معروف، قلنا المواطنين باش يوضعوا النفايات في الأماكن المخصصة لها، ما يخلطش النفايات تاع العضوية مع النفايات المنزلية. وقلنا ايضا هذا اسمحي لي فقط لازم تكون على طول السنه. نعم، نديروا احنا على طول السنه، من عيد الاضحى ركزتوا عليها اكثر، ركزنا عليها، لان كاين هناك كما قلنا نفايات خاصه، هي النفايات العضويه الناتجه عن الذبح. حنايا المواطنين ايضا على الهدورات، تتمين الهدورات كما نعرفوا عندها ثروه اقتصاديه هامه، ووزاره الصناعه يعني اكدت باش يكون هناك تثمين لهاد الجلود هذه الثروه. حنا ركزنا عليها وقلنا خاطر كانوا الشرطين هامين، حنا ما نهضروش غير على تثمين الهدوره، باش يكون التثمين تاعها لازم المواطن، ركزنا على السلخ، عمليه السلخ، لان خاطر قيسها ولو ببعض المليمترات ما راهش يسمح لتثمين هذه الجلود بطريقه صحيحه، بطريقه صحيحه. وايضا التمليح تاعها، ركزنا على هاد النقطتين الهامين، لان ما نهضروا على تثمين الهيدوره لو كان ما يكونش السلخ المناسب وعمليه التمليح ما عندنا ما نديروا بها. ولهذا ركزنا في الحمله التحسيسيه على هاد النقطتين، على دور المواطن. نعم، دور المواطن علقنا
مدينا مطويات، اعلانات حطيناها في الاحياء الاماكن العموميه اللي نحطوا فيها المواطن باش تكون هذه العمليه صحيحه من اجل تتمين هذه الثروه الاقتصاديه. نعم. إذا خلينا هذه فيما يخص الحملة والإجراءات الاستباقية اللي خديتوها قبل عيد الأضحى، خلال أيام عيد الأضحى هل ربما وجدتم صدى إيجابي لهذه الحملة التحسيسية والتوعوية؟ نعم، احنا مؤسسة ناتكوم يعني كانت صدرت برنامج خاص لهذه المناسبة نظرا لارتفاع كمية النفايات في هذه المناسبة وخصوصية هذه النفايات، حيث سخرنا 4200 عامل و 400 شاحنة ومع توعية المواطن. ونعم حنا نقدر نقولوا يعني في هذا العيد، خاصة هذا العيد، لقينا صدى من المواطن تاع المواطنين يعني اللي يعني خداو بعين الاعتبار توجيهات توصيات اللي مديناها أثناء العملية التحسيسية. كاين وين أماكن ما معاونوا عامل النظافة في جمع الجلود يعني هذه السنة كان هناك جميل. فيما يخص عملية السلخ كانت صحيحة أحيانا وأكيد كانت خاطئة. في بعض الحالات التمليح مهم جدا. الجزائريين المواطن الجزائري اليوم ربما واكب هذه الحملة. نعم واكب هذه الحملة كما نقولوا ماشي 100% ولكن بنسبة كبيرة جدا المواطن يعني توعى وقام بهذه التوجيهات واحتضن ايضا المبادره اللي قمت بها مؤخرا. فقط نحب نعرف ربما نقاط تواجدكم على اي مستوى كنتوا، هل كنتوا على مستوى وطني محلي؟ لا، احنا مؤسسه ناتكوم تدخل على مستوى 26 بلديه التابعه لولايه الجزائر، يعني تنشطوا على مستوى ولايه الجزائر العاصمه، الجزائر و26 بلديه يعني المركز تاع ولايه الجزائر ولاية يعني. الجزائر نقولوا البلدية التابعة لدائرة باب الواد، البلدية التابعة لدائرة سيدي محمد، البلدية التابعة لدائرة بوزرعة، البلدية التابعة لدائرة حسين داي، والبلدية التابعة لدائرة بيرموند رايس، وأيضا ربما بعض البلديات اللي فيها يعني كثافة سكانية معتبرة. نعم، والبلدية التابعة لدائرة الحراش. نعم، هذه البلديات يعني معروفة بالكثافة السكانية جد مرتفعة، فيها أحياء شعبية. نعم، نشوفوا مثلا بلدية القصبة باب الواد 1 كيلومتر مربع نوجد، صحيح، وعندها الخصوصية تاعها خاصة. نعم، القصبة 10,000 نسمة في كيلومتر مربع يعني معروفة بالكثافة السكانية الجد مرتفعة. إذن وشنو هما أهم النقاط اللي وقفتوا عليها على مستوى 26 بلدية وشحال استرجعتوا من جلود؟ نعم، احنا في مستوى على مستوى 26 بلدية كما كنا هضرنا على 4200 عامل و 400 شاحنة تم توزيعها على حساب خصوصية كل بلدية، على حساب الكثافة السكانية والخصوصية تاعها، يعني ما ندارتش بطريقة عشوائية. كل حاجة كانت مدروسة على حساب عدد السكان، على حساب الخصائص تاع النسيج العمراني، يعني خدينا كل هذه النقاط بعين الاعتبار وين تم توزيع الوسائل المادية والبشرية لكل بلدية. وخلال الشهر خلال يومين تاع العيد قمنا ب يعني استرجاع 15,000 هيدوره يعني على مستوى مؤسسة ناتكوم فقط. على مستوى مؤسسة ناتكوم فقط يعني تفضلي فريال فقط، عفوا، هذا على مستوى 26 بلديه اللي تغطيهم ناتكوم فقط تم استرجاع 15,000 هيدورة. يعني ما نحسبوش البلديات الاخرى على مستوى العاصمه ولا على المستوى الوطني. هذوك ماشي داخل ايضا مختلف الشركات الاخرى اللي قامت بجمع الجلود. هنا نعرفوا بلي صح هي ثروه وكنز لازم نستغلوه. نعم، وكاين هناك هذه الاحصائيات الخاصه بناتكوم، كاين هناك يعني امام البلديات قامت بجمع عندها احصائياتها الخاصه وقامت بجمع جلود الاضاحي، لان كانت هناك تعليمه من السيد والي ولايه الجزائر باش كل بلديات تشارك في هذه العمليه من اجل استغلال هذه الثروه الاقتصاديه. جميل. طيب شكون هم الاطراف اللي كانت مشاركه معكم في هذه الحمله بالاضافه الى المجتمع المدني؟ على بالنا باللي كانت عندكم يعني تعاونات في مع مختلف الاطراف، شكون اللي ساهموا في هذه الحمله؟ نعم، كاين الحمله التحسيسيه اللي شاركت فيها مؤسسه ناتكوم، مديريه البيئه تبع ولايه الجزائر، كاين مام وزاره البيئه عندها
مع هاد التكوين التكوينات البيئيه سي ان اف والاي ان دي، كاين البلديات ايضا، كاين المجتمع المدني اللي ساهم ايضا في العمليه التحسيسيه. اما عمليه رفع جلود الاضاحي كانت نتكوم والبلديه. جميل. اذا نعم. ربما يتسالوا الناس هاد الجلود وين تروح بعد تجميعها؟ نعم، تروح لمؤسسه الجلود، احنا مؤسسه نتكوم تتكفل برفع وجمع هذا الجلود فقط، تتمين هذه الجلود. احنا نتكوم هي اللي دير جمع ورفع هذه النفايات وتحولها لمؤسسه تاع الجلود اللي هي جيتكس لتعالي تثمين هذا الجلود. نعم، لتثمين هذا الجلود. جميل جدا. اذا ربما اهم النقاط اللي وقفت عليهم مؤسسه نتكوم، خاصه اننا ربما خلال السنوات الماضيه شفنا بعض الظواهر ربما المسيئه للطبيعه واللي ربما السمعه تاع المجتمع الجزائري. نعم. من شفنا ربما عائلات تخلصوا من الهيدوره في يعني في المفارغ مباشره للاسف، ونرموا ايضا البوزلوف على حاله للاسف. ايضا اكرمكم الله، وكنا شفنا هذه السنه ظاهره، وكانوا الزملاء في قسم الاخبار يعني وقفوا عليها من خلال تقارير اخباريه، والناس ارموا حتى اللحوم. وقفتوا على هذه الامور هذا الموسم؟ نعم، احنا بمؤسسه نتكوم هذه الظواهر يعني ما شاهدناهاش مقارنه بال يعني تراجعت يعني بكثير كمان. المفروض انها ما تكونش اصلا، مش نعم. تتراجع او تنقص للاسف. نعم، الشديد هي من المفروض ما تكونش، كاين اللي ما ياكلش حاجه يقدر يصدقها يقدر صح. نعم، للاسف هاد الظواهر كنا نشوفوها. مي هاد السنه يعني رانا يعني شفنا تجاوب المواطنين في هاد النقاط السلبيه. طيب، في ظل ارتفاع الاضاحي هذا السنه، كاين بزاف عائلات ايضا ما ذبحوش هذا العام، ورغم هذا قدرتوا تحصيوا هذا العدد من الجلود. نعم، كاين الناس ما ذبحوش بصح، مي كاين اللي ذبحوا عدد كبير يعني معتبر. نعم. من الناس اللي ذبحت اكيد. اذا انت ما كاينش تشوف انه هذه الظاهره تراجعت، لانه كاين بزاف ناس ما ذبحوش، بالك اللي كانوا يرميوه ربما في السنوات الماضيه ما ذبحوش هذا الموسم. نعم. ولا تشوفي انه هذا يعود ربما الى وعي المواطنين؟ نعم. نتيجه الحملات التوعويه. حنا شفنا وعي المواطنين، شفناه من خلال هذا العيد، خدمنا يومين تاع العيد وشفنا سلوكيات المواطن يعني تغيرت حقيقة تغيرت. وفيما يخص فرز النفايات المنزلية، هل فرق أيضا المواطنين بين ما هي ما هو نعم. نفايات عضوية حطوها في المكان المخصص لها؟ نعم. وما هو نفايات منزلية من بلاستيك وزجاج وما إلى ذلك؟ هما الهيدورة داروها في مكان مخصص يعني مخصص، وباقي النفايات كامل في الحاوية. حنايا كنا منذ فترة استقبلنا أيضا هنا مؤسسة ناشئة مريق الهيدورة، تعاملت معهم، خاصة تحدثنا عن ربما إشراك التكنولوجيا، إدراج التكنولوجيا ورقمنة هذه العملية هذه السنة. لا، احنا تعاملنا مع مؤسسة الجلود جيتكس. نو يعني في طريقة جمع الجلود وفي الطريقة التحسيسية اللي يقوموا بها، يعني ما حاولتوش تروحوا إلى رقمنة هذا المجال أنتوما كمؤسساتكم، واللي راكم يعني كل عام تقوموا بها، يعني عندكم خبرة خلاص في هذا المجال، مازالكم تتعاملوا ربما بطريقة عادية وطريقة تقليدية؟ إلا أنه في ناس راهي تنشط في هذا المجال بطريقة جديدة وبطريقة يعني راحت للرقمنة والعصرنة، وين ولاو الناس من البيوت ديالهم يقدروا يتواصلوا معكم باش تروحوا تنقلوا الجلود ديالهم، كأنه كاين ناس ربما ما يتعذر عليهم انهم يتنقلوا الى الاماكن المخصصه، الى الحاويات اللي حطيتوها لجمع الجلود، ولا حتى ربما باش يخرجوها للشارع فقط. فالاكيد انه رقمنه هذا المجال اليوم اصبحت ضروريه، وخاصه انه المواطن الجزائري اليوم يستعمل التكنولوجيا بطريقه كبيره. نعم، احنا كي نهضروا على الرقمنه يعني من بين المشاريع تاع المؤسسه هي رقمنه هذا القطاع بصفه عامه، ماشي الجلود برك. صح، رقمنه تسيير النفايات واللي رانا يعني معاها، وكاين مجالات بدينا فيها تاع الرقمنه. نشوفوا مثلا الشاحنات تاع مؤسسه نتكوم الان كلها متجهزه ب يعني نظام جي بي اس. صح. يخرج الشاحنه نعرفوا وين راهي، نعرفوا شحال قعدت
مكان جمع النفايات نعرف. لكن هذا النظام وضع تحت تصرف المواطنين على شكل تطبيق، وإن المواطن يقدر يعرف أنه شاحنة راح تلحق على المستوى الحي تاعه، ويقدر يعني في هذاك الوقت تحديدا يتخلص من نفايات المنزل. أعطيتها فكرة جديدة فريا. لا إحنا يعني الفكرة قديمة قدمتها لها فقط. إحنا بالنسبة للجي بي اس نديروه المؤسسة تاعنا، يعني باش نشوفوا الشاحنة تاعنا وين راحت، باش يعني الفعالية تاع العملية. وعندنا نظام رانا درناه للمواطن حاليا، يعني مازال يدخل حديث الخدمة عن قريب إن شاء الله، اللي هو يقدم الشكاوي تاعو عن طريق شغل درنا إن أبليكاسيون، يعود المواطن يشد كما تقول البورتاب تاعو ولا ريكلاماسيون يحطها يدخل الأبليكاسيون اللي سهلة بزاف باش يستعملها. مثلا يحب نوضع له حاويات، مثلا يحب نضعفوا عمليه الكنس في الحياه. وهنا اسمح لي فقط نشوفوا نعم. انه هنا هذه النقطه يدخل فيها وعي المواطن تحديدا، لانه نعم. في ناس ربما ما يتشهد فينا على بالهم اللي في المنطقه ديالهم موجود هيدورات الطرمه في المنطقه، فبالتالي تواصل معكم من اجل وضع حاويات في المنطقه والاستفاده من هذا الجلود المرميه. نرجع الى نقطه نعم. مهمه جدا ربما لازم نوقف عليها، وهي ما هي اهميه جمع الجلود بالنسبه للمؤسسه ديالكم بالنسبه للاقتصاد الوطني ايضا؟ نعم، احنا اهميه الجلود تاعنا بالنسبه للمؤسسه، اولا نستعملوا شاحنات خاصه ماشي شاحنات تاع جمع النفايات، وهذا باسكو الشاحنه الدكاكه كيما نقولوا لي بانتاسوز كي نحطوا فيها هاد الهيادر يعني العطب تاعهم يكون سريع. فيس كاين وين نوجهوا هاد الجلود، استعملنا شاحنات خاصه اللي هي الشاحنات المفتوحه، يعني هذا راح ينقص بكثير التوت بان تاع لي كاميون تاعنا، خاطر الهيدوره نعرفوها ثقيله وخصائص تاعها. صحيح. عندنا ايضا بالنسبه لمركز ردم النفايات، هذه الكميات الهائله كي يروحوا للمركز ردم النفايات يعني راح كما يقولوا يعرقلوا عمليه. صحيح، شغل يتعمر غير بالجلود. دونك كي ندو هاد المؤسسه تاع استرجاع النفايات راح يقلل الضغط على مركز ردم النفايات، وراح يطول كيما نقولوا اوليو ساتوري دون بعديش انايا 10 كي ندو هاد الهيادر راح شغل بالخف 5 خلاص يتعمر. وايضا من جانب اقتصادي لها اهميه في دعم عجله الاقتصاد، خاص خلق ربما مناصب شغل ايضا. بيان سور هاد الهيدوره كيما قلنا الثروه اقتصاديه هما استرجاع الجلود، كاين الجلود كاين الصوف كاين هذه المؤسسات الناشئه امام لحقوا الكولاجين اللي كاين في الهيدوره يعني جد هامه استرجاع هذه العمليات، جد هامه للاقتصاد الوطني اكيد. وكانت يعني هذه العمليه يعني زمان كانت في البيوت يوسف، من كانوا جداتنا وامهاتنا يسترجعوا هذه الهيدوره ينشفوها يستغلوها يطرحوا بها المطارح للمخايد. الان للاسف العرايس تاع دوك ولا شويه شويه ما عندهمش هذا الخاطر. لكن هذا بين قوسين، قبل ما نخليك تروحي هدرنا على الحملات قيمك لها هذه السنه كانت ناجحه. نعم ناجحه مقارنه بالسنوات الماضيه، يعني هذه حاجه راهي تبشر بالخير. جميل. المواطنين يعني استجابوا للحملات التحسيسيه هذا السنه. جميل. اكيد. ومع دخول موسم الاصطياف وشنو هو البرنامج ربما اللي اصطرات قبل ما نخليك تروحي مؤسسه نتكوم؟ نعم. احنا مؤسسه نتكوم كما نقولوا موسم الاصطياف معروف باللي تجوا العائلات الجزائريه العائلات لي توريست، يعني كاين صوره البلد صحيح. نعم اللي لازم نحافظوا عليها خاصه في الشواطئ ولا مراكز الترفيه كما احنا. صحيح. عندنا الصابلات، عندنا جاردان ديسي، عندنا كيطاني ايضا المنتزه كيطاني، عندنا تاع القصبه قاع الصور، الناس كامل يعني سورتو لي توريست يحبوا يروحوا لهذيك المناطق. حنايا المؤسسه صدرت برنامج خاص لهذا موسم الاصطياف. اولا كاين برنامج تحسيسي اللي راهو الان مازال يقعد طوال موسم الاصطياف، اللي نحطوا فيها المواطنين باش يحترموا هاد الاماكن، نظافه هاد الاماكن كيما حنايا نشوفوا البحر
بصح كي تشوفي واش اعماق البحار، اعماق البحار تلقاي كميات هائله من البلاستيك والقارورات تاع البلاستيك وهذه الاحصائيات. ولكن من غير الحملات التحسيسيه اللي تقوموا بهم، هل وضعتوا خطه محكمه باش تقوموا بعمليه التنظيف؟ نعم، احنا عمليه التنظيف درنا كما نقولوا 4 دورات في اليوم، خصوصا في الشواطئ. على احنا عندنا مرايس حميدو حتى الصابلات، هذا كامل تابع لمجال تدخل مؤسسات ناسكوم. سؤالي ربما يراودني لحظة أيضا، عملية ربما جمع النفايات على مستوى الشواطئ راح يكون من نقاط جمع هذه النفايات أكرمكم الله، ولا راح تقوم مؤسسة ناسكوم بتنظيف الشاطئ؟ يعني للأسف احنا نشوف أن الشواطئ تاعنا ملوثة. نعم، احنا الشواطئ ماشي داخلة في الصلاحية تاع المؤسسة، احنا نرفضوا النفايات من نقاط جمع هذا. نعم، حطينا حاويات تاع الفرز الانتقائي، خاطر كي تقولي الشواطئ قولي المواد البلاستيكيه القرع الالومنيوم، دونك حطينا الحاويات تاع الفرز الانتقائي في كامل هاد الشواطئ، وعندنا برنامج خاص باش نقوموا برفع هاد النفايات. يعطيك الصحة سيدة نسيمة يعقوبي، مسؤولة الاتصال بمؤسسة ناتكوم، شرفتينا بحضورك اليوم. إن شاء الله كما كان هناك صدى إيجابي للحملة التحسيسية فيما يخص جمع جلود الأضاحي، راح يكون هناك صدى إيجابي لحملتكم التحسيسية فيما يخص المحافظة على نظافة الشواطئ والمحيط خلال موسم الاصطياف وطيلة السنة، ماشي فقط موسم الاصطياف. يعطيك الصحة. شكرا لك. وأيضا فريال، في إطار دائما الحفاظ على الثروة الحيوانية، نشوف أنه هذا السنة أيضا ذبحوا قرابة 1,000,000 نعجة، يعني للأسف الشديد قرابة 1,000,000 نعجة تم ذبحها هذا السنة. فالأكيد أنه فيدرالية الموالين هذا السنة نددت وشددت التنديد على هذه الظاهرة كارثة حقيقية. يعني هذا الشيء قال لك في ظل ارتفاع عدد او ارتفاع اسعار الكبش خلال عيد الاضحى المبارك، فالناس لجأت الى ذبح النعجة، 1,000,000 نعجة، يعني عدد كبير، وهذا الشيء يهدد السلالات ويهدد ايضا الثروة الحيوانية هنا في الجزائر. لازم نحافظوا على النعجة لانه هي اللي تولد وهي اللي تساهم في البقاء وابقاء هذا الحيوان. للأسف شديد لازم يعني نديروا حملات أيضا تحسيسية في ريال. صحيح، احنا كنا قمنا بحملة تحسيسية في هذا الخصوص مع المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مع المنسق الوطني فادي تميم اللي كان ضيفنا، وتحدثنا على ذبح النعاج. للأسف وصلتنا الضوء على هذه الظاهرة، وقلنا لازم الوزارة الوصية تتخذ كل الإجراءات اللازمة، وحتى المخابر على مستوى الولايات يتخذوا الإجراءات. للأسف انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا الصور ربما لهذه الجرائم، يعني هذه جريمة في حق الثروة الحيوانية الجزائرية، وإحنا سلالات تعنا من ربما أجمل سلالات حول العالم، ولازم نحافظوا عليها. يلا واش رايك قدر يوصل الصوره ومناخ الجزائر المتنوع؟ كنا شفنا جبال، صحاري، ثلج، سخانه، بحر، حيوانات ايضا، صور رائعه. صح، يعني صور رائعه. انا راح تخليني اليوم نخلي البوست تاعي، مش حنقدم، حنحوس اليوم. كلنا راح نروح، احنا حتى المشاهدين الكرام خذيناهم في صوره جميله وفي سياحه، جوله خفيفه على الجزائر ككل في هذه الصور. اذا الف مبروك مجددا يعني بعد تتويجك بهذه الجائزه، المرتبه الاولى في صناعة المحتوى المروج للسياحة الداخلية. تحدثنا على هذه المسابقة، كيفاش شاركت فيها؟ شكرا لك. المسابقة هذه كانت نظمتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، وهي الصفحة اللي مؤشرة عليها بالعلامة الزرقاء، يعني الصفحة الرسمية. كنت شفت المسابقة، قريت قانونها وشروطها. من بين الشروط كان أنه تختار موضوع السياحة المحلية ولا السياحة الوطنية. الموضوع المحلي يخليك تقعد في ولاية واحدة فقط. واحدة أكيد. السياحة الوطنية تروج لكل السياحة الوطنية الجزائر. تختار عدة مناطق. أنا في البداية كنت متردد شوية، يعني قلت نخير ولاية، أو رغم ذلك يعني كان عندي عدة ولايات مصور، عدة مناطق في الجزائر، ولايات كنت قادر عادي ندير عليها فيديو،
ولكن اتخذت انا قلت نغامر اكثر واتخذت الجانب الثاني السياحه الوطنيه، وكنت مصور عده ولايات بحكم اني تقريبا سافرت كل القطر الجزائري. بقيه ولايات قليله تعد على اصابع اليد الواحده لم استطع الوصول اليها، وان شاء الله اوفق في ذلك عن قريب اكيد. صورت حوالي 40 ولايه في هذا اللي كانت عندي كانت عندي جاهزه في الفيديو، وخلال تلك المسابقه كنت مازال نقوم زيارات لولايات اخرى. الحمد لله في البداية كان عندي مجموع 40 ولايه في الفيديو هذا، ولكن بحكم ضيق الوقت اللي حددته الوزاره دارت فقط دقيقتين في الفيديو، ما قدرتش ندير 40 ولايه، تخليت على حوالي 18 ولايه واحتفظت ب 22 في الفيديو هذا اللي يظهر 22 ولايه من بين الولايات المتواجده في هذا الفيديو. كاين جيجل، كاين سكيكدا، كاين تمراس، جانت، كاين تيميم وانتغيت، كاين في الغرب تيليمسال، كاين الطارف، كاين بومرداس، العاصي، البرج، برج بوعريريج ايضا، برج زموره. كل ولايه اللي عندها مثلا طابع متشابه مع ولايه اخرى حاولت ندي ولايه فقط ونضحي بولايه اخرى. وفقت والحمد لله في تصوير 22 ولايه. ربما حاولت تجمع ولايتين في ولايه واحده نظرا للمناخ يكون نفسه ولا؟ اكيد لما يكون مناخ مشابه، مثلا لما نحكيوا على تاغيت وبني عباس هو تقريبا نفس المناخ، نفس المناخ ونفس الطابع العمراني، يعني تخليت على ولايه مثلا رغم اني زرت بني عباس وزرت حيزعفوا معك ناس منك ناس المنطقه لا حتى الولايات الكبرى مثلا لما نحكيوا على قسنطينه او وهران تخليت على ولايات كبرى لانها ولايات مشهوره ومعروفه يعني ما تحقش ترويج اكثر يعني. مثل قسنطينه تحكي اقدم ولايه في الجزائر ولا من اقدم المدن في العالم وليس في العالم فقط. صحيح قسنطينه لا تحتاج ترويج، انا خيرت الولايات اللي ربما ما يعرفوهاش. وكاين مثلا هذه منطقه الاسكرام، كاين ناس تقسوني على مناطق ما ممكن يشوفوها في الفيديو ما عرفوهاش، مثل هذاك الشاطئ اللي ظهر بين الصخور كثير ما عرفوش المنطقه، قال لك وين جاي الشاطئ، وين جاي هذاك الشاطئ، هذاك جاي في سكيكدا منطقه غرابلو. هذه المنطقة في الصورة اللي راهي واضحة، معليش نعاود نقول لها لاحقا كيفاش قدرت ربما تمزج بين الصور وبين الفصول ايضا الشتاء ومن بعد تدينا للصيف ما تعاودوا لي للصحراء من بعد نلقاو روحنا في البحر. انا في هذا الفيديو حاولت التركيب ايضا انت مسؤول عليه، كل شيء قمت به انا، التصوير والتركيب نقدر نقول لك فقط هذه البلاصة حبيت نعرف منين هذا البلاصة اللي جاية في تيزي، هذه تيزي وزو، هذه تيزي وزو الصوره اللي قبلها فقط غرفه هذي. التحكم راهي معنا، لا صوره اخرى كانت فيها جبال صغيره، فيها جبال صغيره صحيح، يعني منطقه يعني صخريه. هذه وين؟ هذه منطقه بريزينا، هذه في منطقه بريزينا هذه المنطقة وين؟ هذه منطقه هذا من اغرب الجبال المتواجده في الجزائر، هذا جبل عين ورقه جاي في ولايه النعامه. هذا الجبل لما تسقط الامطار سبحان الله تشوف كل الالوان في الجبل هذا، راهو باين فيه الاخضر فيه هذه هنا في هذا صورتها خلال كانت في شح للامطار، لو كان فيه امطار كثيره راح تشوف الوان يعني ابداع يعني خالق، حتى اشهر يعني امهر الرسامين ما يقدرش يرسم لوحه مثل هذه، ابداع الخالق. وامام هذا المكان بالضبط كاينه بحيره وكاين حمام ساخن يخرج من تحت الارض. جميل جدا، ربما تراكم الاملاح المعدنيه في هذاك الجبل هو اللي خلاه ربما يعطيه هذاك الطابع الفريد من نوعه. اذا نعود نقول له التركيب ايضا عنده دور مهم جدا. اكيد انا التركيب حاولت نخرج من الجو الكلاسيكي اللي معروف انه مثلا الانسان لما يركب بحر ثم جبل، انا حاولت ندمج ان نخرج من البحر ما نروح للجبل مع الجبل اللي يكون فيه واد مع غابه، حاولت باش ما نخليش المشاهد يشعر بالملل، يبقى يشوف غير في الشواطئ مع الجبال، ممكن يشعر بالملل ما يكملش الفيديو رغم انه الفيديو صغير فيه فقط دقيقتين. صحيح وغير ممل يعني ما حبيناهش خلاص. هذا الجبل هذه العوانه بجيجل، هذيك العوان جزيره العوان، جزيره العوانه جزيره جميله يعني جميل حقا جدا. نتحدث ايضا على صناعه المحتوى السياحي في الجزائر ونشوفوا شباب اليوم راهم يسوقوا للسياحه الداخليه من خلال فيديوهاتهم. بكل صراحه لما شاركت في المسابقه هل كنت متوقع انه راح تحصل على المرتبه الاولى ولا كانت في منافسه شرسه بينك وبين مختلف الشباب اللي شاركوا في هذا المنافسة؟ شوف المسابقة هذه نحكي لك على العدد المقبول، عدد الفيديوهات المقبولة يعني اللي تم قبولها ودراستها هو 2000 مشارك. 2000 يعني عدد كبير. ناهيك عن الملفات المرفوضة والملفات التي كانت خارج مدة تاريخ يعني تاريخ إرسال الفيديو. هو تاريخ 8 جوان كان آخر يوم لإرسال الفيديو، كاين أشخاص رسلوه بعد التاريخ هذا ما كانش مقبول. أنا من الحمد لله من بين 2000 عمل كان عملي هو رقم واحد في هذا المسابقة.
أنا بكل صراحة لم أكن أتوقع يعني الحصول على المركز الأول، ولكن رغم ذلك توقعت المنافسة بشراسة، يعني حتى لو فاز شخص آخر قلت لازم أنا ندير فيديو نتعبه، لازم ما يكونش الفوز تاعو بسهولة، لازم يكون المنافسة شرسة. الحمد لله حتى اللجنة التحكيم التي كانت مكونة من 7 أشخاص وكلهم مؤهلين في ميدان سواء السينما ولا التركيب ولا كلهم يعرفوا المجال هذا، اختاروا الفيديو تاعي. مشاركين عفوا كامل كانوا من صنع المحتوى؟ المشاركين عدد كبير جدا خاصة من صنع المحتوى على انستغرام، كان عدد كبير جدا، ممكن شخصيات جد معروفة، ولكن من بين الشخصيات ربما والله شخصيات أتحاشى عن ذكرها، لأنه لجنة التحكيم لما حكيت معهم يعني أعطونا يعني بعض الأشخاص اللي شاركوا، ولكن يعني بدون ذكر أسماء. جميل جدا، إذا فزت بجدارة بهذه المرتبة، كيفاش كان يعني شعورك؟ الجائزة متمثلة في واش؟ والفوز أنا هنا في هذا الفوز أعتبره فوز معنوي أكثر منه فوز مادي، لأن هدفي كان دوما ليس يعني لو أحببت الشهرة ولا حب يعني المتابعين الماديات ربما لاخترت انستغرام مثل ما يفعل أغلب الشباب، ولكن أنا أردت إظهار صورة الجزائر، يعني كنت تواصلت من قبل مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية في محاولة لإنتاج فيديو يضم كل مناطق الجزائر، ورغم أنه الفيديو القادم ما كانش يضم كل هذه المناطق، ولكن ما مانيش عارف ما قدرتش يعني نوصل ربما الرساله ولا ما وصلتش الرساله، ولكن من خلال هذه المسابقه وصلت والحمد لله الفيديو هذا صار في واجهه السياحه في الجزائر. جميل جدا. من خلال الهيئه الرسميه. جميل جدا. طيب لو نروح نلقي نظره على الجوله اللي قمت بها في هذا الصور، شحال خذت منك من وقت وجهد باش قدرت تصور كل هذه المناطق في الجزائر، خاصه انه الجزائر قاره ويعني مختلف المناطق اللي راك تروح لهم مناطق جبليه صعيب توصلهم، ماشي في دقيقه تقدر توصل قمه جبل او منطقه صحراويه بعيده كما شفناها في الصور. انا في السابق انا حوالي مده 12 سنه وانا في المجال هذا، في صناعه ليس صناعه المحتوى حتى اقول سياحه المغامره، يعني سياحه في المغامره ولا الهوايه، هذه الهوايه اللي كنت نمارسها، ولكن بحكم انه كاغلب الشباب الجزائري ما كانش عندنا امكانيات باش يعني باش نصوروا ولا باش نقوموا بعمليه تركيب، لكن رغم ذلك من بدايه من سنه 2019 حاولت، يعني قلت لي ما لا نشارك هذه المغامرات اللي نصورها ونخرجها نشاركها مع المتابعين ولا نحط لها صفحه ونشاركها مع الناس اللي يحبوا الفيديوهات مثل هذا الشكل. في البدايه انا كنت ندير فيديوهات عباره عن فلوج اللي هي تعريف بالمناطق السياحيه في الجزائر، ولكن شفت انه بعض الناس ما احيانا يطالبوني بفيديوهات سينمائيه، وليت ندمج الفيديوهات تاعي الفلوج مع السينماتيك، يعني يكون فيديو دمج. بعد مؤخرا وليت نصنع فيديوهات بهذا الشكل، تكون فيديوهات اكثر شيء 5 دقائق. والحمد لله بحكم اني زرت تقريبا كل ولايات، كنت من 2019 وانا اللي بديت فيه التصوير، يعني التصوير والتركيب كل خطره نصور ونركب، مع الامكانيات كل مره تزيد كل مره تشري حاجه، الحمد لله قدرت نوثق في هذا الفيديو فقط كاين 22 ولايه. شحال المده يعني من 2012 سنه تتجمع في هذا 12 سنه وانا نخرج فيما يخص التصوير يعني الاحتراف، اللي نقدر نقول لك انا ليس احتراف يعني نقولوا المستوى اللي حققته مستوى يعني مستوى متوسط، انا لست يعني في درجه الاحتراف، ولكن بدايه من سنه 2019 وليت نوثق الحياه هذه في فيديوهات نقدر نشاركها مع الناس ولا نشاركها مع المتابعين. جميل جدا، مهم انه الشباب اليوم يروجوا للسياحه الداخليه، خاصه انك تروح لهذه المناطق تشوفها امنه بالنسبه للعائلات. هذه المناطق بحكم الحمد لله حاليا الجزائر بتوفيق من الله اصبحت امنه، انا كل المناطق وكل ولايه وصلت حتى اقصى الحدود الجزائريه مع الدول المجاوره، يعني كل الحمد لله كاين امن وامان في كل مناطق. وانت رحت بات؟ لا والله انا المناطق اللي نروح لها تقريبا نقدر نقول لك هذه الفيديوهات بالك استعملت الفنادق 10% فقط، كلها مع بيتين متنقل اللي هي الخيمه، فما بيت في البريه ولا في الغابات ولا في البحر، احيانا نكونوا في مجموعه 2 ولا 3 ولا 4، واحيانا نكونوا اكثر في مجموعه في خرجات سياحيه نكون مع الاصدقاء، انا هما راهم يعني هما راهم مع المغامره تاعهم وانا راني فهذا المغامرة أخرى اللي هي التصوير. جميل جدا، إن شاء الله هالدور كامل الولايات، وإن شاء الله أيضا المشاهدين اللي راهم
يشوفوا فينا هكذا نحمسوكم باش تزوروا مختلف مناطق الوطن. وان شاء الله ايضا فريق المورنينغ يروح معكم في كاش خرجه سياحيه ونوثقوها ايضا بالفيديو. انا العام اللي فات الموسم الماضي كنت ضيف الاستوديو، اليوم رانا نحتفلوا بالتتويج تاعك ان شاء الله. ولكن نحب نعرف فقط شعور انسان لما يخدم فيديو كيما هكذا ولا يتعب على فيديو كيما هكذا ومن بعد يلقاه في النهايه مختوم بكاشي تاع وزاره السياحه في الجزائر. فخر كبير انه انسان يولي فيديو ديالو واجهه للسياحه الجزائريه. هو قانون المسابقه كان يقول انه الفيديوهات المشاركه في المسابقه راح تنتقل حقوقها الملكيه كلها لوزاره السياحه. انا قلت لك من الاول هدفي كان اني نخدم بلادي. لو حتى الوزارة اتصلت بي وقالوا لي خدم لنا فيديو بالمجان نخدم لهم فيديو عادي ونعطيهم حقوق كل الصور وكل الفيديوهات. انا الهدف تاعي قلت لك الفوز هذا معنوي اكثر منه مادي، رغم انه كان فيه جائزه ماديه، ولكن الفوز هذا انك تصبح في واجهه السياحه الجزائريه، الهيئه الرسميه للسياحه في الجزائر، وهذا الفيديو راح يمثل الجزائر في تظاهرات اعلاميه اللي راح تمثلها وزاره السياحه في دول مختلفه. الحمد لله هذا اكبر تشريف. أكيد شكرا لك وبالتوفيق أيضا في زيارة مختلف مناطق الجزائر والتسويق لها أيضا. وشكرا لقبول دعوة برنامج شروق مورنينغ من أجل الحضور وإثراء هذا الموضوع تحديدا. شكرا لكم، إن شاء الله كنا خفاف عليكم. يعطيك الصحة على هذه الصور الجميلة. نختم عرض اليوم من برنامج شروق مورنينغ، شكرا لحسن متابعتي والإصغاء، يعطيكم الصحة لقاتوا معنا منذ البداية. نتمنى لكم بداية يوم موفقة بحول الله، في أمان الله.